ماشي من بعد الانتخابات، يعني كاين الناس من الناس المعارضين ديالك اللي قالوا انه سعيد راه تحول لواحد الانسان عنيف، المعارضين كيتعامل بالانتقاميه، كيتعامل كيما يقولوا يرد الصرف، واستغلوا انه قضيه ديال غياب نقل المدرسه على مدرسه الغرب، يعني كيقول بان هذا قليل من كافي. واش ممكن تقول لنا سي عز هذه النقطة وصافي؟ بكل أمانة وإخلاص. حنا قلت لك كي قلت لك لأن أول مدرسة جماعتية دارت على مستوى الجامعة. هذه المدرسة الجماعتية يعني لقينا صعوبة بالخصوص في البداية. الانتخابات البرلمانية درناها في أكتوبر، الدخول يلا كان الدخول المدرسة. يلا بدينا يعني نستعملوا هذوك الحافلات ديال النقل المدرسي. المشكل اللي كاين هو ان المدرسه الجماعتيه كنجيبوا التلاميذ ديال جميع الدوائر كنجيبوهم المدرسه الجماعتيه، المدرسه الجماعتيه هي اللي كتهم التعليم الابتدائي. كان مشكل في نقط الالتقاء منين نجيبو؟ نجيب اي واحد يوقع له مشكل. البعض من هذيك الدائره نعتبر في البرلمان اللي راه يقول كاين بعض البعض، راه اي دائره في الدار ديالك كتلقى معارض. فما بالك ماشي حنا ما عندناش ديك العقليه اننا السيد ما انتخبش معايا ولا كذا انا غير قصير. بالعكس فهمت؟ بالعكس انا ما عنديش انا هذا الشيء، الشيء كاع ما كيضرش في الراس ديالي. كان عندنا خلل في المسارات، في تنظيم المسارات، هما استغلوها، كاين اللي ركبوا عليها كيقولوا لك اودي راه الرئيس راه يدير راه يدير. بالعكس هو انا ما كنتش كاع تما نهائيا في ذوك الايام، انا كنت خارج عن الوطن غير باش تعرف ذوك الايام ديال اكتوبر. انا من الانتخابات البرلمانيه كنت خارج من الوطن، ما كنتش هنا نهائيا. اللي راه كيقول هذه الهضره اللي قال تعليم، انا وعندي نائب الثالث هو اللي عنده التفويض في هذا الشيء ديال التعليم. بالعكس احتجاجات، ونقول لك احتجاجات على اساس ان تمشي عنده حتى الدار ديالو ما يمكنش. واذا بقينا نمشيو بالحافله ديال نقل راسي للضيوف، هضرت قبيله على الميثولوجي ديال لي دوار سون ديسبيرسي، يعني واحد الشساعه ديال الجمال راه ما يمكنش، راه مكلفه. خاص تهضر مع ديال الحفله في النقل المدرسي، كيديو لنا ازيد من 100,000 درهم ديال الغازوال بالاضافه للسائقين اللي هما غير مؤقتين. هذه خص بلاد ما كيفكرهاش، وخص يوليو يرجعوا غير النور. 2009 واش كانت عندهم شي حفله ديال النقل المدرسي؟ راه من تولينا مسؤوليه هذوك راه حنا في الحافله الخامسه اللي راه فطوره يعني اللي غطينا الحافله الخامسه الموفره. حنا كان عندنا هذا السوسي يعني على اساس ان نجحوا التعليم، هذه المنظومه ديال التعليم اللي عارفه مجموعه ديال الاختلالات، حنا على الاقل نقاسموا معاهم هذه المشاكل. فهمت؟ وبالنسبه كتقول ان المعارضين انا كنعرف، بالعكس انا شوف الانجازات ترك كون كنت تمشي انجازات تاهم مختلف الجامعه ديال الاسلام. بالعكس اللي يعني المواطن ديال الاسلام يعني من وفرنا له دروك جميع الامكانيات. راه الانترنت ما كانش عندنا في الاسلام، فتقاتلت معها مع المدير العام ديال وكاله تقنيه الاتصالات، مش عندها حتى الرباط، عندنا الدواور ما فيهمش شبكه الهاتف النقال، ما كاينش شاري التليفون ما كيستغلش. والحمد لله قمت يعني بتحقيق هذه المشاريع وحفظت 5 كيلومتر ديال اللي تثبيت الالياف البصريه هذوك الفيبر اوبتيك، غير انا بالتراكس ديال الجامعه دخلت معاهم في اطار شراكه. واليوم اللي راه الحمد لله حتى الخدمه ديال الانترنت راه تستافد بها بعدا حتى الجامعه، وراه كيستافدوا بها يعني مجموعه من الساكنه ديال الاسلام اللي بغات يعني يعني تستافد من هذه الخدمه هذه. السي عزيز كانت هناك يعني شي فيديوهات انتشروا في يوتيوب على اساس انه واحد المنطقه في بالضبط منطقة تزمر التفوغات، أنه كانوا يتهموا الجامعة بأنها كتكب النفايات تما. لا، أنا نجاوبك، هذاك المشكل ديال أنا أعتبره مشكل بيئي، مشكل خطير، ولأني من قام باجتثاث هذا المشكل، الخطأ الذي كان يهدد فعلاً، وكان يهدد وكان الوتة لنا يتواجد بين أشجار في الليل وفي الغابة. هذا المطرح العشوائي كان تقريبا تكريه في 67، باش نقول لك كان هذا راه واحد التراكمات اللي خطيره وتراكمات سلبيه اللي ولفناها حنايا. كان مطرح عشوائي تتم تطرح فيه النفايات ديال جامعه التفوغات وجامعه الرسله، يعني هو متواجد بحدود الجامعه ديال التفوغات ولا في التراب ديال الجامعه ديال الرسله.
هذاك الفيديو هذاك من كنت انا عاود في مجموعه الجماعات يعني في المجلس السابق رصدنا لها 4 مليون. علاش؟ باش نديروا لهذيك لي راديكاسيون توتال يتم الاستئصال ديالها وهذوك النفايات نجيبوهم للمطرح للمراقب ديال بركان. حنا قمنا برصد دوك الاعتماد ومع توفير الجماعه للجرافه والشاحنه. ما شكون المشكل عاد باقي ولا لا؟ المشكل تحل نهائيا. حنا الحمد لله ان المطرح ما بقيناش نرميو تما النفايات لان خصنا نعرف المشكل منين جا. حتى فوق تفوقش وقفت طرح النفايات. حتى دخلت هذه الشركه ديال التدبير المفوض دخلت الافيردا ورغم ان الجماعات اللي كانوا بقاو ثلاثه من بينها جماعه ريسلا اللي جا لها القرار ديال الانضمام ولينش مجموعه الجماعات. واش قامت هذه الرئاسه الجديده واش قامت كسميتها بالدور ديالها؟ ما قامتش. انا راسلت رئيس مجموعه الجماعات العامه ما قاموش على اساس يحدوا الشركه ويمتثلوا القرار ديال وزير الداخليه اللي تصدر في 2013 بضم ثلاثه الجماعات حتى هما يستافدوا بهذه الخدمه. لحد الان حنا الجماعه ديال ريسلا انسحت مجموعه الجماعات. انا رغم انني النائب الثالث انسحنا من مجموعه الجماعات. دروك حنا لقينا حلينا المشكل بالنسبه ديال النفايات على مستوى الجماعه ديال ريسلا. سي عزيز بصفتك عضو بمجلس الجهه ورئيس الفريق الحركي يعني كتقييم الحصيله ديال الممثلين ديال مدينه بركان بمجلس الجهه يعني كنهضر على جوج مشاريع كبرى يعني كما كنشوفوا ذاك التجاذب ما بين الناظور وجده الناظور وجده يعني قليل اللي كنسمعوا في المشاريع الكبرى بركان مجلس الجهه. لا بصفتي عضو مجلس الجهه الشرق ومنتخب على اقليم بركان ورئيس الفريق الحركي الدور ديالي انا كرئيس فريق حركي اول كنسجلوا المواقف السياسيه في الحضور ديالنا ولاني كنهضر على راسي. انا مين يجي شي مسؤول ديال بركان خصني نهضر مع المنتخب ديال بركان على مستوى اقليم بركان هضر معنا كنهضر على راسي كرئيس فرقي كنمثل الفريق ديالي الحركي اللي فيه منتخبين ديال الناظور ديال يعني ديال التوريت الى غير ذلك ولكن في المقابل اكون شرسا في الدفاع عن اي مشروع كيهم الاقليم ديال بركان وغادي نعطيك النماذج اللي غادي تستافد بها الاقليم بركان. ورغم كذلك ان رؤساء الفروق عندما يعني كيكون عندنا شي وزير شي ملتقى كتعطى لهم 5 دقائق انا كرئيس الفريق كتكون عندي المبادره نهضر رئيس فريق يعني كتلقى مثلا بعض الاقاليم ما عندهمش كاع رؤساء الفرق انا كنهضر نعطيك امثله مع وزير نقل التجهيز مع المدير العام ديال التكوين المهني مع وزير الاسكان سياسه المدينه مع الوزيره المكلفه بالماء جميع الوزراء وزير التعمير وعد الطرق الوطنيه جميع هذو الوزراء والا كانت عندي مداخله رغم ان المنتخب ديال الجهه خص يكون عنده واحد البعد جهوي راه كما كتهضر راه تهضر على الجهه ماشي تهضر على الاقليم ديال الاولين احنا الاقليم ديال بركان من كيجي من كتجي شي حاجه يعني ديال الاقليم كتهم الاقليم ديال بركان انا شخصيا ادافع عليهم الشراسه والمحاضر والناس اللي راه كيحضروا معنا تما كيعرفوا بان حنايا راه كندافعوا بكل ما اوتينا شوف من معطيات راه كيما نهضروا ما نهضروش على الفراغ معطيات وكنهضروا يعني بامانه ونحسوا بديك الجسامه ديال الناخبين ديال الاقليم بركان. ولا بغيت نعطيك المشاريع التي تستفد بها الاقليم بركان حددت ولا حرج على مستوى الجيل. ربما انت كتهضر على الناظور من ولا هضرت على الناظور ربما كان سوء الفهم يعني في المداخله ديالي. لا السيد منتخب ديال الناظور هي ومعايا في الفريق هي النائبه البرلمانيه ديك الحكيم واللي كان يعني كنقدرها يعني انسانه يعني في المستوى صراحه طرحت كان هما عندهم واحد الصراع لا صراع على مستوى الجماعه ديال الناظور وكيصدروا هنا الجهه فهم واحد كيجي الرئيس ديال الناظور وبعض الاعضاء تما المهم عندهم على ما يبدو انا هذا هو القراءه ديالي ربما كاينه القراءه حتى ديال الرئيس الى غيره كيقول لك اودي كاين بعض المشاكل كيصدروها للجهه كيكون واحد كيجبد انا بغيت هذيك انا بغيت هذيك. حنا ذاك النهار من طلبنا من رئيس الجهه حنا طلبت به كرئيس الفريق الحركي قلت له السيد الرئيس الله يخليك اعطينا هذه الارقام اعطينا الارقام مين بقى يهضر الناظور واش تستفدت انا واش تا كان الرد ديالي قلت له لقد اشفيت
غاليين في سكان النار. لا ماشي في سكان النار، لا ماشي في سكان النار، راه عندنا شفت حنايا عندنا الحمد لله كل شيء مسجل. يرجعوا يرجعوا الكاميرا اللي فيديو اللي عندها في الجيل كلشي، لقد اشفيت غريبي من حيث هذه الارقام يعني والمشاريع اللي غادي يهمضوا، وحنا حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الاقليم. بالعكس انا ولا تخدم بحال المشروع ديال بناء الملعب الكبير اللي غادي يدار في العروه اللي دافعنا عليه بقوه، صدقنا عليه نهار ثلاثه دور استثنائيه اللي تقريبا غادي تنجز واحد 50 مليار، دافعنا عليه فين غادي يدار فيه. بالعكس حنا هما ربما كان سوء الفهم بالبعض، وكان البعض اللي عنده ربما خلفيات معنا تما، انا بالخصوص يشوفوا ايش شوفوني كان دافع بزاف شراسه بالخصوص الاقليم بركان وكذا، كيقول لك اودي الاقليم ديال بركان دافع عندنا مشاكل. كاين الناس في النظر اللي كيقولوا انه يمكن ان تركز على الناس اللي يكيدون العداء السعيوي، وقلت بان وكاين اللي كيفسر على ان السي عزيز ديجا غضب بالسي عبد القادر سلامه في اخر لحظه خلال انتخاب رئيس الجهه. لا هذاك لا انا الوحيد، شوف انا غادي نقول لك واحد الحاجه، انا الوحيد اللي عطيت له الكلمه اش وقلت له غادي نمشي معك ومشيت معاك، وكاين اللي شدوا الفلوس بلا ما نهضروا، راه معروف شتا الهضره اللي كنقول معروف، وانا يقول سلامات انا قال لي شد المنصب، انا نقول لك صراحه انا كنت نقلب على المنصب، اللي ندافع عليه، رغم انني كرئيس جامعه ما يسمحليش نكون في المكتب، وين كنت نقلب على المنصب اللي نقدر نشتغل به، شوف نشتغل به ونعاون به الجهه ديالنا، ولكن هذه النهضه اللي راه تقال هما انا كنظن ماشي يكنون شي حاجه للسي بي، وانا كنظن وحتى الرئيس نهار من برا هضر الرئيس الجهه صراحه كان بشنو نقول لك صراحه، رغم ان كاين البعض كيقول لك من حزب الاصل، بالعكس الحزب الاصل والمعاصر ولا اي حزب والله العلي العظيم اذا واش غادي نقول الجهه ديال الشرق اللي تعتبر درك قاطره بالنسبه للجهات الاخرى وكيطلب لها المثل غير من حيث الشراكات والاتفاقيات اللي تم التوقيع ديالها من مجلس الجهه والمشاريع اللي تم الاخراج ديالها للوجود، وراه غادي تشوف المشاريع غير الاقليم ديال بركان. ايوا نهار 5/4 تنفتح الاضريفه ديال مجموعه من الملاعب اللي غادي تستافد فيها جميع جماعات من الملاعب وعشب شابه بالعشب والاصطلاح. السي عزيز كنهضروا على يعني نهضروا على مشاريع ثانويه، مش يعني ما كيبقاش فيك الحال على ان مدينه بركان سيرتو المناطق الخلفيه لمدينه بركان اللي مازال الناس ما كاينش عندهم الماء، كاينين اللي ما عندهمش الماء مازال خدامين على السيستم اللي كنعتبروه انا ضعيف هو الحنفيه العموميه، وكم امثله راك شفت جامعه زكزله فيها بزاف الدواء اللي خصهم على المسائل، كاين يعني بزاف يعني واش يعني المشكله هضرت معهم فيها المشكله انا قلتها لهم حنا في الاجتماع قطرهم هنايا المشكل ديال المسكون، شفت الفلوس ديال الماء ما استنى لا الجهه المديريه ديال الماء والتطهير جبنا البلايص ونعطي بعض الرؤساء على جوج بركان حتى هما جابوا الفلوس اجبنا انا غير دير لي موجود مليون درهم راني ندير ربط واحد الدواور في الجبل سته ديال الدواور باش ندير الربط الفردي في الديور عندهم الماء ولكن ما كنحس انه الشبكه منين جبت هذاك الاعتماد انا المديريه ديال الماء التطهير لكن ومن من غادي تمشي تكلم بالكثافه السكانيه مثلا ديال هذه الجامعه اللي قلت لها غير تمشي تبعثوا كل الفلوس ديرهم دراسه شتا ما تقدش دير دراسه دابا السي عزيز يعني دابا المشكل يعني ضعف رؤساء لا لكن ربما كاين بعض اللي ما يبغيش يجتهد ما يبغيش يبحث ولكن شوف الموارد البلد ديالنا محتاج الامكانيات كاينه محتاجه الافكار وتكون كذلك حتى الكفاءات ان في المسؤول تكون عنده الشجاعه والوقوف عليها تكون الشجاعه وطلب نسكن في الرباط شت الرباط نعرفها احسن بك قول لي فين ما بغيت نديك كيفاش تنظل تما والحمد لله راك وانا غادي نعطيك التراخيص بالبرنامج الفلوس اللي جبت من الداخلية حدد ولا حرج نعطيهم لك ونقول منين راني جبت باش نجزت هذوك مثل هذه المشاريع وجه اهضرت لي على مشروع تزويد بالماء الاتفاقيه الشراكه اللي وقعت الجهه مع الوزاره المنتدبه المكلفه بالماء كتهم جميع الجماعات بالخصوص الجماعات القرويه باش يتم الربط ديال جميع المنازل بالماء صالح الشرب وراه مكتب الدراسه راه كيقوم بالدراسه على مستوى جميع الجماعات جاد الجماعه مشى مجموعه الجماعات كذلك كاين واحد المشروع ديال تهيئه الاسواق الجماعيه هذا كيهم جميع الجماعات كاين كذلك في خص المشروع ديال الكهرباء القرويه واللي راه استفدت به اعتمدنا
جامعه العثامنه استفدت بها، غادي تستافد به جامعه مغربه الشوحيه، يعني جميع الجامعات ديال الاقليم غادي يستافدوا وغادي تكون التغطيه. شكون غادي ديرها الجهه؟ حتى انا الجامعه يعني راه عندك مسؤوليه اكثر، يعني انت قيادة التفوقات بجامعات ديال الثلاث راك كتمثل بجهه الجهه. لا سمح لي، انا بالنسبه للجهه كنمثل الاقليم ومثل الجهه. عندنا الزياره الماضيه مع 16 انا داوني كرئيس فرع، غير باش انا نمشيو للمالي اسبوع رؤساء الفورم باش نمشي كنمثل الجهه، ماشي نمثل الاقليم بركان ولا نمثل ديال الجامعه ديال الرئيس. عندنا زياره غادي نمشيو نتلاقاو مع رئيس الجهه ديال كاي، نتلاقاو مع لو مير ديال كاي، نتلاقاو مع لو بريزيدون ديال سيتادير وغادي نمشيو. علاش؟ فعلا انا تما غادي تكون عندي القبعه ديال رئيس فريق الجهه، ولكن رميت ولا لقيت ما نختار لقيت شي حاجه شي خصوصيه خصوصيه مع الجماعه ديالي، لما لا؟ حتى رئيس الجماعه غادي يستغلها تما، ربما دار شي توأمة دار شي مشاريع، لان عندنا واحد الزياره اللي كتهدف في اطار هذه المشاريع ديال ربط التنميه بالعشره، واللي حتى انا في برنامج عملي يمكن ربما الجامعه الوحيده على اقليم بركان اللي درجة المحور ديال التنمية والهجرة بالخصوص مع أزمة الاقتصاد اليورو اللي عرفتها اسبانيا عرفتها الاتحاد الأوروبي، يعني عودت ذوك المهاجرين، كالمهاجرين كنفكر ديال الجماعة ديالي كنشوف واش هي النوع ديال المشاريع اللي ممكن غادي نخاطوا فيه. ما يمكنش أنت تعيش في واحد الرفاهية واحد الرخاء وتأزمت فيه على الله يحسن عوالهم وجاو هنا، حتى حنا كنكونوا مسؤولين. شوف ربما الدولة هي اللي خصها تلقى الحكومه هي اللي تلقى هنا، ولكن حتى حنا كمسؤولين محليين حتى حنا عندنا القص ديال المسؤوليه اللي خصنا نوجدوا الحلول. بالنسبه للتفوقات، استفدت من المركب السوسي الرياضي، استفدت بالتهيئه ديال حي البا، وغادي تستافد بالماء والطرق يعني غادي تستافد مجموعه من المشاريع اللي كتهم البنيه التحتيه الاساس. كذلك الجامعه ديال سيدي بوهريه وعلى جميع الجماعات، ما غاديش نهضر غير على الاخر، راه المشاريع اللي غادي تستافد بها الاقليم ديال بركان نهضر غير التثنيه اللي غادي دار على مسافه 37 كيلومتر بين البياج، راه هذيك تابع ماشي للعيون تابع للجامعه ديال اقليم بركان، غادي نستافد 37 كيلومتر التكلفه 50 مليار. لا راه يقولوا لك الملعب داو 50 مليار، حنا ضينا الطريق التثنيه هذه ديال السعيديه شحال عطينا فيها الجهه؟ 20 مليون درهم جوج والله. السوق الجمله اللي غادي تبنى بركان 40 مليون درهم اللي عطات فيها الجهه، وقايه المدينه ديال سيدي سليمان الجراح والفيضانات ولا طرحتها سؤال تمويل منين؟ من الجهه. جوج جامعات اللي غادي داروا هنايا واللي راه اليوم شوف شحال كيقول لك كلشي داها كلين بركان، جامعه علميه اللي غادي دار في السعيديه اللي غادي تبدا الاشغال ديالها، والجامعه اللي غادي دار سيدي سليمان الجراح شكون مولد هاد الجهه؟ 40 مليون درهم 80 مليون درهم ازيد يعني. لا ما نهضرش على المشاريع الصغار، الملاعب القرب، القاعة المخططة اللي غادي تعرفها بركان، تعرفها حمية سيدي سليمان الجراعة، مراكز القرب ديال التكوين المهني، شوف اللي غادي يعرفها اكليم واللي راه تبنى دوك حاليا في مدى ديال الجهة، هادو مشاريع ديال الجهة. يعني الدور العالي اللي تهرس ماشي كان عندنا مجموعة من الدورات اللي كنا كنخطا ندوزو اتفاقية شراكة. ديال الشرماس يعني دازت يعني كانت يعني في اطار يعني في اطار البرمجه ديال الفائض وفي اطار التكوين المالي ولا يعني على المشاريع اللي كاين على المشاريع هذه وهذه راه ديال راه مؤخرا في الدوره الاستثنائيه ديال اربعه دوزنا الملحقه ديال كرسي غادي دار تما جميع. حنا هذه ديال السعيديه وبركان دازت، والمدرسه اللي غادي دار في السعيديه اللي ديرها الجامعه الملكيه لكره القدم اللي كنشكر من هذا المنبر كنشكر السيد رئيس الجامعه السيد اللي ولد الاقليم، راه مشروع هذاك النموذج اللي غادي يحرك تشويه حتى هذيك لا مارينا والسعيديه باش غادي تنشط حتى في ماشي غير في 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 المرحله ديال الصيف. يعني غادي نقول لك هنايا حنا فعلا كنتحملوا المسؤوليه كرئيس فريق وكمسؤول على اقليم بركان. انا عمري جاني شي رئيس ولا مسؤول جا قال لي السيد الرئيس يلاه تمشي معايا وجبد لي مشاريع اللي جا عندي كنمشي معاه، اللي جا عندي راه عارفينها راه كاين اللي ما يرضاش بيه ما يبغيش يجي عندي ما يبغيش كاع تربيت لي ودي انت راك منتخب ممثل ديال الاقليم ديال بركان. روى عندي مرحبا من غدا ونجبد لك كاين عندنا مدير وكاله تنفيذ المشاريع نجبد لك جميع المشاريع ديال الاقليم ديال بركان واللي كتهم الجماعه ديالك ما كاينش ندافعوا عليه على الاقل نديرها
اضعف الايمان ديرها سؤال كتابي اللي كيسمح لي به القانون. اضعف الايمان، اضعف الايمان يدار هو اللي كاين. سي عزيز، يعني واحد السؤال عاد، كيفاش كدير كتوفق ما بين المهام ديال كرأس الجماعه ومجلس الجيره والمهام الحزبيه ومهندس الجماعات سيدي سليمان، يعني فتره ازدحام الملفات، يعني من كتعطي الاولويه؟ بالنسبة للوظيفة ديالي، لحد الآن أنا عندي القرار ديالي وضع من الإشارة مادة 57 وضع السيد وزير الداخلية راسل العامل رئيس رأي الجامعة بشنو، هذه نوضحوا الأمور، عندي وضع من الإشارة، ولكن مع ذلك لا أبخل عن الجامعة ديال سيدي سليمان شراعة من حيث الدراسات التقنية ولا إبرام الصفقات ولا أي استشارة وفوقاش ما احتاجوني كان يؤدي يعني الواجب ديالي، هذا ما عنديش، رغم ان واخا القانون كنقول القانون يعطيك تفرغ، انا الجامعه ديالي سيدي سليمان كباقي الجامعات اللي خدمت فيهم، الحمد لله راه كملنا واحد مجموعه من التجربه، يعني اي واحد راه كان استشارات يتصلوا بنا بجامعات اخرى كنعاونوهم، فما بالك واحد الجامعه اللي انت تنتمي اليها وكنسكن تما، فهمتني؟ ما يمكنش غادي تبخل عليهم وكندافع عليهم حتى في الجهه مجموعه من المشاكل، هذه يعني طرحت حتى ذاك الملعب ديالي، رغم ان الفريق راه طلع للقسم الثالث ولا الدرجه الثالثه، دافعنا على ذاك الملعب حتى هو يديروا العشب ديالو الاستماع كما داروا الركاده وسميتو السعيديه الى غير ذلك، فهمت؟ يعني المهام انا الجامعه ديال الاسلام انا ما كتعتبرش واحد الحضور ديالي خص يكون يومي، الحمد لله عندي واحد المكتب متجانس مكتب الشاب باش تعرف، وعندي الحمد لله يعني واحد المجلس اللي متجانس 100% عمر سمعت لشي واحد تقريبا بالرف، حنا كنطرحوا الاولويات الجماعه وكنعرف كيديروا يعني الحاجه اللي باينه واللي كتدخل في اطار يعني تنميه الجماعه وكذلك تحقيق الاهداف ديال الساكنه بالخصوص ديال بالنسبه للحزب، حنا الاجتماعات على مستوى الحزب يعني تقتضي يعني مره ولا او مرتين في السنه، يعني كنمشيو مينتوت كتمشي تقضي المآرب الجماعه على مستوى يعني الادارات المركزيه، وفي نفس الوقت كتكون في السبت ولا الاجتماع غالبا كيكون في السبت ولا وراني عضو حتى كذلك انتخبوني عضو في الجمعيه المغربيه لرؤساء مجالس الجامعات وتم الانتخاب ديالي المره الثانيه، يعني كنشكر الله اقليم الناظور والدريوش وتاوريات وكذا، هما اللي قالوا لي ودي انت كشاب يعني طموح كذا، يعني بحال اللي زكاوا لي ذيك يعني ذاك، رغم انني كنت عضو سابق يعني في يعني سي عزيز في هذه النقطه ديال يعني الجمعيه المغربيه رؤساء الجماعه، يعني بغينا نعرف واش موقع خلال الجمع العام الاخير، يعني اللي تنعقد ب 20 دجنبر 2016، يعني واخا يعني تاخر يعني 12 شهر على الاجل القانوني، يعني كيقولوا انه تم اقصاء وعدم توصل على كبير من الرؤساء ديال لي زانفيتاسيون، يعني لا بي 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 بكل صراحه ولا بد راك شفت يعني فيديوهات اللي هضروا والاحزاب اللي انسحبوا، هذه يعني الناس انا نقول لك صراحه، انا نقول لك صراحه كان المكتب التنفيذي اللي زعما صراحه فيه مجموعه من النخب اللي تعتبر نخب، حتى انا شاركت معاهم، كنا شاركنا في ذاك ملتقى المدن ملتقى الرباط اللي كان في اكتوبر 2010، وكان التاسيس ديال ديك الجمعيه على انذاك باش تمشي تواكب هذا المؤتمر اللي دار في الرباط، فعلا حققت مجموعه من الانجازات، رغم ان الميزانيه ديالها تقريبا يعني كان التمويل من طرف وزاره الداخليه ومن الجمهور اللي قامت فيه في واحد الضغط وجيز، راه كان عندها حتى ديك المرافعه الدبلوماسيه على القضايا الوطنيه بخصوص قضيه الصحراء، كان عندها دور كبير يعني في مختلف المحافل اللي حضروا لها، يعني كان زعما الصراحه واحد الحصيله انا اعتبرها يعني لان كنت كنعيش عن قرب ما ضايق، يعني كانت حصيله ممتازه رغم الظروف اللي كانت تشتغل فيها الجمعيه. السؤال ديالك نجاوب عليه، الجمعيه علاش ما انعقدتش؟ نورمالمون كان الانتخاب ديالنا في شهر 9، نورمالمون في شهر 10 ولا شهر 11 خصنا نديروا الجمع العام نغيروا الرئيس، لان بالخصوص ذاك الرئيس العمده ديال طنجه ما بقاش رئيس، فهمت؟ ولكن كان الاشكال فين كاين؟ هو ان الجمعيه كان التحضير ديالها المؤتمر قمه الاطراف ديال لاكوب باندو على اساس ان هذه الجمعيه تكون عاد موجوده
واش تحضروا في هذه القمه ديال الاطراف موراها كيتفاهموا موراها على اساس غادي يدرجوا ماشي اللي كاين وتم الاعلان ديالو في الموقع الالكتروني الوطنيه وتم الاعلان ديالو على مستوى الجرائد على اساسها فوقاش غادي يديروا الجمع العام فوقاش غادي يديروا الجمع يعني جميع الرؤساء كانوا على عين باش ما نكونوش هي فعلا حنا كنا حضرنا نهار قبل رؤساء الجماعات الحركيه حنا نهار قبل كنا خدينا قرار اللي غادي ينتخبوا تما انتخبوني انا انتخبوا السي مبدع الفكر المصارع تاخد على كل جهه تاخد واحد فهمت تفاهموا على اساس ان غادي يديروا التوافق جميع الاحزاب الدخول نشوفوا شي صيغه كي غادي نديروا ما وقعش التوافق تما وانسحبت الاحزاب اللي كانت في صف ديال العداله والتنميه الاستقلاليه تقدم الاشتراكيه وبقات الاحزاب الاخرى وكانت شوف من الطبيعي حزب الاسرى والمعاصره عنده هو الاول من حيث رؤساء الجماعات فهمت حنا قلنا مشيو الديمقراطيه انهم عندهم هو الهدف الكبير ديال الرؤساء الرئاسة هكا مشى حتى الرئيس ديال الجماعه الحسيمه وهذه الله وراه بدا راه كيشتغل راه الخطره كانوا في ستراسبور وراه كيشتغلوا هذا هو اللي كاين سي عزيز واحد سنه 2015 كانت مليئه بالاحداث واحد المره يعني كانت بعد ما شديت نادي الاتحاد سليمان بركان كرة السلة وفي الفترة الرواجيزة يعني ما تجاوزت أربع شهور قدمت الاستقالة ديالك يعني هذا ما اعتبروه البعض أنك خرجت بالفرقة أنجاوبك بكل صراحة أنا هذه المسؤولية ديال رئاسة نادي سيدي سليمان شلع لكرة السلة شوف أنا رغموها عليا ها الميلود القندوز هو هنايا ها القنقابي قالوا لي أنت دير الرئيس إن كانوا داروا السي سعيد هو الرئيس علاش داروا علاش تحيد لان بحكم رئيس جماعه ورئيس سيدي سليمان كيمول الفريق ديالو لان كاين واحد التناقض مع ديفون لي زوديت اكسيتيرا مع لا لو ديفون لا لو قال لك اسيدي انت ديروك قال لك لا خصنا نديروك انت قلت له ودي جدايني هو عنده تجربه ديرو قال لك اسيدي لا هو غادي يدخل معاك ديرو انا نقول لك صار عرضت لهم باش نحضر معاهم في الاجتماع ودي جابوني حضرت قال لك انت دير الرئاسه وديتها دينا الرئاسة اش حقنا الصعود ودينا الكاس ذاك لا داو معنا مش تعرف علاش دفعنا الاستقالة انا لحد الان سالهم 47000 درهم ها هو جداين يقولها هو اللي ولا الرئيس 47000 درهم عاد المليون و700 هذه ديالي بلا داكشي ديال الخيرات داكشي اللي كنت نخلص ديال الامن ديال المراقبه ولا داكشي ديال مره مره ديال القهاوي ديالهم انا اللي كنت نخلصهم من الجيب ديالي ما دخلتهمش على الحساب هذا فهمت الناس مشاو رفعوا بيا دعوه للمحكمه رفعوا دعوه بخصوص ذوك الاجانب قال لك حتى انا جاوني البوليس للدار فهمت حنا كنجيو نقتاتو نمشيو نرغبوا الناس يعاونونا ورغم ان البعض راه عاد كيسالنا تما راه بعض الاخوان اللي كانوا معنا حتى هما كيسال انا ديك 4 مليون مشات مرزق مرزق العائله ديالي وكذا مشات لي وكنا نخدموا معاهم في اطار يعني على حسب الامكانيات اللي عندنا هذه راه كنا اليوم انا في الاجتماع كنا خصنا نتعاونوا قلت له حنايا الامكانيات ديالنا وتعاوننا علاش غير فهذاك الفارق ولكن في المقابل اش تدينا؟ دينا الهضره الخاويه اللاعبين لحد الان ما يقولوا ليش السلام عليكم كيشوفوا شي يشوفوني في الطوموبيل ديال الجماعه راه شريتها فلوسي فهمتني ولا يعني كاين بعض التصرفات الممارسات كتندل انك تساند الفرق وفي الجهه شكون اللي دافع بشراسه على اساس باش يعطيو النادي ديال سيدي سليمان شرع عليه كرسي وافق على حساب المنحه تعطات لها المنحه في العام ذاك المشكل ديال 10 في 5 15 مليون دافعت لها قلت لهم انا كنت الرئيس كنت الرئيس ديالها انا كنعرف المعاناه ولكن دوك حتى واحد ما يقول لك جزاك الله خير هذا الشيء اللي ما تسال لك عارف يقولنا شي واحد عطانا الفلوس ها هو اللي كنهضر شي واحد عطانا عاوننا عطانا شي درهم شي واحد هو شي واحد لاباس عليهم مشينا عند العيال ديال بركان قول لي شي واحد عطاني شي درهم اللي عطانا شي درهم راه مسجلين تما كيسال وعندي الاسماء ولا بغيت نجبدهم لك كيسالوا وراه معروفين كيسالوا باش يعطوها في سبيل الله لا هو اللي كاين لان الرياضه تضحيه نقول لك صراحه وحنا كانت عندنا ديك الثقافه ديال الرياضه على اساس اننا نعاونوا خصوصا هذوك الشباب وفعلا يستحقوا الواحد يعاونهم ولكن في المقابل
هذا الشيء اللي جا زعما دابا ملي وانا اي واحد كان سمح له اذا كان ساء ضم فيا ولا سمحت له عليه الدنيا واخا باش تعرف السي عزيز كنشكرك سمح لي ونشكرك على التوضيحات وحتى الناس غادي يعرفوا اسمه وغادي حوايج ما كانوش عارفين عليه كيما قلت لك الكره الناس ما كيعرفوش كاع اسمه وقع تما المشكل ديالنا ما عارفينش اسمه غير وضحنا بزاف الامور نشكرك السي عزيز الله يحفظك والله شكرا جزيلا لا ما كان حتى شي مشكل بدوري كذلك اجدد لكم الشكر لهذه الجريده الالكترونيه بركان 40 في الفاتيه والتي فعلا يعني كما قلت في البدايه انها تهتم يعني بالقضايا الانيه اللي كتهم المدينه ديالنا اللي تهم الاقليم ديالنا وكتهم الانشغالات ديال الساكنة على العموم وكنتمنى بانني ان اعطيت جميع التوضيحات يعني بقلب خالص وبكل امانتي وحنا رهنا رهنا الجميع وانا كذلك اعتذر ربما خلال الانتخابات البرلمانيه الاخيره كنت كي كنقولوا بول فيرسي اون فرونسي كنت متذبذبا والصراحه اللي كان كنت مر بصراحه بواحد المرحله مريره والطعن ديال الاصدقاء وديال المناضلين اللي كانوا معنا اللي كانت لان كنا في وقت الشده يعني تما اللي كيقولوا يعزوا يعزوا او يهان يعني هذيك هي وقت الشده وكان تاسفوا يعني ربما كان البعض فهمنا من هذا المنبر انا يعني كنطلب انايا بكل سبب من الرحم واذا سات مع اي واحد كما كان سواء مسؤول سواء مواطن عادي كنطلب منه السماح يعني يسمح لي ولا يسمح منه وانا راه للجميع وخص تعرف واحد الحاجه الانسان اللي عنده العزيمه وعنده الاراده وعنده الثقافه عمره غادي يكون شي حاجه ماشي مزيانه لان حنايا جينا نخدموا بلادنا ومازال حنا غادي نخدموا بلادنا والله يطولنا في العمر والله يحفظ جلالة الملك إيده الله وإن شاء الله نطلبوا هذه الحكومة أنها هي حتى هي تنوض يعني لأن المقاولة الصغرى والمتوسطة يعني راه لو كان أنا كرئيس جماعة حنا اللي كنحسوا بالمقاولة الصغرى والمتوسطة اللي راه تعاني الأمر الري اللي خص الحكومة تنوض تحرك تشجع المقاولات باش تخلق فرص الشغل وتخلق غيشة الثروة باش المواطن يلقى بعدا حتى واش فين يخدم وكذلك في نهايه المطاف هي البلاد هي اللي غادي تربح هذا هو اللي كاين وشكرا.